الحمد لله. أنا كنت سلم محمد حالي في صباح لندن 16 أغسطس 2014، معنا البروفيسور طارق الحبيب في أمسية أسرار الحب. فأهلا وسهلا دكتور. يا مرحبا. الله يحييكم، شرفت لندن بكم. أمسية ودورة أسرار الحب، وش الرسالة اللي يمكن مضمونها تقدمها للحضور؟ الرسالة الأساسية أن الحب ليس فقط حالة عاطفية كما يظنه البعض، إنما هي حالة عقلية. والرسالة الثانية أن الحب ليس شعوراً يتنزل على الإنسان، وإنما حالة يتم صناعتها. والرسالة الثالثة أن الحب علماً وليس مجرد عواطف. هناك أركان الحب، وهناك مراحل الحب، وهناك مثلث الحب، وهناك علاقة السمات الشخصية بالحب. كل هذه الأمور نتناولها بالتفصيل حتى يدخل الإنسان إلى الحب ضمن مشروع، لا ضمن مشاعر فحسب. دورات أسرار الحب ودورات اللي كانت 3 سنوات على التوالي في لندن مع الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، رؤيتكم يا دكتور؟ حقيقة سعدت بالتعامل مع الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير مدة 3 سنوات، والسنوات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى تنظيم مميز، عمل مبارك، حضور رائع جدا، حضور أيضا نوعية الحضور من المجموعة المثقفة الناضجة، مشاركاتهم فخمة وتساؤلاتهم مميزة. فيسر الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير بلندن أن ترحب بكم في دورة جديدة وسمت بالحب وأسراره، ورسم لمفهومه وعناصره، وشرح لمكنونه وجوهره. هذا هو الحب أيها الإخوة والأخوات، تتعدد فيه الجمل والعبارات، لكن كان الحظ معنا هذا المساء ليقدمه لنا من تميز به وعرفه واتصف به اسمه ونفسه. أحبه الناس وأحبوه، فكان المدرب والطبيب والأستاذ القدير طارق الحبيب. لماذا الحب؟ وكيف لنجدي صحراوي أن يجلب الحب إلى لندن حيث الضباب والحضارة؟ لن آتي لكم بصحراء نجد، ولن آتي لكم بأشعار قيس الذي تربى في نجد في بلد اليمامة، وإنما سنعطي طروحات علمية في مسألة الحب. الحب يجب أن نتفق من هذه اللحظة أنه ليس شعورا قلبيا، وإنما عملية عقلية. أكثر من خسر في الحب من اعتقد أنه شعور قلبي. القلب له الحق بالخفقان في البداية، وبعدها يجب أن يستسلم للعقل ويسلم زمامه للعقل، وحينما يأمن ذلك العقل ويطمئن أن ذلك الحب في مساره الصحيح، يجب أن ينتحر ذلك العقل ثم يتولى الزمام القلب. أستاذ خالد، أحد الحاضرين لأمسية أسرار الحب، مرحبا بك. أستاذ خالد، ما هو تقييمك بصفة عامة عن الدورة التدريبية التي نظمت من طرف الITDA؟ الدورة جدا جميلة، ممتازة، مفيدة، تنظيم جيد، الأداء ممتاز، واستفدنا منها كثير صراحة. استفدت مع حضور البروفيسور طارق الحبيب، يعني هل هناك أشياء جديدة يعني دخلت عليك؟ والله أشياء جديدة، ولما رجع بالذاكرة اكتشفنا أنه في أخطاء كنا نعملها فنوهنا عليها، يعني فكانت جدا دورة ممتازة صراحة. شكرا. ما هو تقييمك يعني أو كلمة تقدمها الITDA بصفتهم المنظمين والراعي الرسمي لهذه الأمسيات عن أسرار الحب؟ نعم، أنا صراحة أشكرهم على هذا المجهود الجيد الممتاز، وأيضا يعني كلندن، ناس مقيمين في لندن، نحتاج كأكاديمية ومعاهد بالطريقة تهتم في هذه الأمور اللي أهملت من أطراف كثيرة، فأنا أشكر IDT أنهم صاروا رائدين في هذا الموضوع، وإن شاء الله أتمنى لهم التقدم والنجاح الدائم. الدورة جدا رائعة وجميلة، وفعلا كلنا محتاجين للحب. الحب ليس فقط للمتزوجين أو العشاق أو المحبين،
كلنا نحتاج أن نحب بعض، أسرة، مجتمع، عالم، نكون عالم محب للجميع. فأنا حضرت هنا لأفهم أكثر عن الحب. الدورة كانت جميلة، والدكتور طارق غني عن التعريف، وكلنا من أسرار الحب أننا نحب الدكتور، وأيضا نحبكم منظمي هذا الحدث الرائع الجميل، وأشكركم على هذا التجمع الجميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كلنا محبين لبعض. يعني نهني الـ ITDA على دعوتهم للبروفيسور طارق الحبيب، هو غني عن التعريف بالتأكيد. بالنسبة يعني أنا أقول مش تقييم للدورة، لأنه الدكتور أكبر من أن يقيم، فقط نقول يعني ما شاء الله، يعني قدم فأجاد فأبدع، فيعني أثر قلوب كل الحاضرين في الدورة. مثل هالدورات، خصوصا دورة البروفيسور طارق الحبيب وما يتم عن الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير في لندن، هذه الدورات تسقل من مواهب المكنونة لدى الشباب، وأنا أشوفها من خلال تجربة ممارس لها بأن هذه التجارب تعطي مهنية كثيرة في مجال العمل، وكذلك فيما يخص التعامل مع الجمهور والناس. أهلا وسهلا بك. حقيقة أنا شايف كل الموجودين سعيدين جدا، وكلمات الدكتور ما شاء الله كانت رائعة جدا لوجود كثير من المشاكل الزوجية والمشاكل للشباب والمراهقين في قضايا الحب، فكنا نتمنى مثل هذه المحاضرات أو الندوات أنها تكون أكثر في مجال الحب لمساعدة الشباب ومساعدة المتزوجين لحل مثل هذه المشاكل. What can you tell us about in general about the ITDA being the organizers and the sponsors of this event? Okay. The event was very well organized. The sponsors were extremely visible. All I can say is that the management level was on shape, which means that everything was run according to a certain protocol and they kept to this protocol. So timing was done. The ITDA, they have good vision of where they want to go. So I would suggest that if anyone wants to get involved with this, they should get involved and they should attend some lectures. بصراحة الدورة رائعة وجميلة جدا، ويكفينا أن الداعية الأستاذ الدكتور طارق الحبيب هو اللي يقيم هذه الدورة وفي لندن، وهذه الدورات مرة قليلة، وإحنا ننتظر دورات أكثر من كذا أنها تكون موجودة في لندن، ونشوف اجتماع عربي بهذا الحضور وهذا الترتيب والتنظيم اللي قامت فيه الـ ITDA. كل الشكر للـ ITDA، لأنه القيام كان فيه قيام يعني بالأداء جدا جميل، وحقيقي كان فيه يعني شغل متعوب عليه من خلال التنظيم، من خلال الالتزام بالوقت، من خلال التجهيزات، من خلال تلبية رغبات الحاضرين، العناية بهم، أي حاجة تخص الأمسية كانت فعالة. والشعور بالانتماء للـ ITDA كأم شعور لا يضاهيه شعور، فكل الشكر للـ ITDA. دكتور مشاري، مرحبا بك. كلمة نيابة عن ITDA بصفتهم الراعي الرسمي والمنظمين لهذه الأمسية عن أسرار الحب. ما في شك الأكاديمية الدولية للتطوير والتدريب هي سعيدة جدا بتنظيم هذه الدورة للسنة الثالثة على التوالي للبروفيسور طارق الحبيب. الأكاديمية الدولية للتطوير والتدريب هي هيئة بريطانية معتمدة ومسجلة في بريطانيا، وتقدم العديد من الدورات الأكاديمية والاحترافية للوطن العربي. الدورة هذه طبعا ما في شك الحضور كان مميز، مثل الحضور حتى العام الماضي وقبل العام الماضي، والحضور الحقيقة ما في شك أنه أسعد الأكاديمية كمنظمين كما أسعد البروفيسور، ونتمنى أن تقدم هذه الدورة وبقية الدورات الاحترافية سواء في الإدارة والأعمال، في الصيرفة الإسلامية، في الموارد البشرية والقيادة، وبقية الدورات التدريبية الإدارية الفائدة للوطن العربي.